أيها النظار الكرام، متصفحي جريدة الجسور والجسور تي في، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد القصة غريبة غريبة، أغرب من الخيال، ما غاديش تصدقوها، ولكن وقعت في مدينة وجدة، غير هادي شهر تقدروا تبحثوا عليها. هالقصة كما كنعرفوا حنايا، الناس دائما هاد الايامات كثرت الناس كيولوا من الفليقه وريب الموت، الحريقه الحريقه، الناس حارقين 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 لاسبانيا. اليوم انا غادي نعطيكم حاجه اخرى، راه ولاو الموتى كيحاربوا المغرب. اللي مات في اسبانيا كاين عصابه كتحرق الموتى للمغرب. وغادي نقول لكم واحد القصه وقعت هادي واحد الشهر، واحد جوج المغاربه، واحد من ناظور وواحد مجده زكراوي من وجده، الله يرحمهم ويوسع عليهم. هاد الناس كتبت عليهم القدر باش ماتوا في اوروبا. ملي ماتوا في اوروبا بغاو يدفنوا في بلادهم، كل واحد بغى يدفن في المدينه ديالو فين عاش. كاين شي عصابه، المهم عصابه ولا شكون، هادو جابوهم حارقين في الباطو، ميتين جايبينهم حارقين في الباطو، كي داروا لهم دبروا حرقوا، دخلوهم للمغرب. هادوك الجوج اللي ماتوا، دوك المرحومين، هذاك ديال الناظور باش يديوه الناظور صيفطوه لوجده، وديال وجده صيفطوه للناظور، شدوهم العائله ديالهم، الاسر ديالهم، قراو عليهم، سدوا لهم صدقات، مهم غسلوهم كفنوهم، وقع اللي وقع، داك الشيء راه شيء عادي. هذاك اللي مات في داك الزكراوي الله يرحمه، اللي مات في وجده، اللي جاو دفنوا في وجده، واحد الولد ديالو قال لهم والو، انا بغيت نسامح مع الوالد، نسلم على الوالد، والو زيرهم، قال لهم صحه. مشى حل على الجثة ديال الوالد ديالو باش يتسامح معاه، هو يتفاجأ ما لقاش باه، واش راني نحلم، ماشي باه، لقى واحد اخر في الدار ديالهم غريب. بقى كيقلبو كيقلبو، كيفتشو من هنا من هنا الاشاره على ذكر هذا الشيء. غادي نخرج لكم واحد، عطيوني واحد دقيقه نخرج لكم على الموضوع، نقول لكم انا كاين بعض المناطق عندنا في المغرب، وعلى سبيل المثال كاين فراس الماء، انا حضرت واحد الجنازه في راس الماء، واحد الميت مات في راس الماء، بعد ما مات ما جا طبيب، ما جاب ورقه من عند الشيخ، ما جا حتى شي واحد، مات في راس الماء في بلديه راس الماء، وبالضبط في جبارها. كيمشيو كيحفروا لهم في القبور، وكيدفنوهم، وكيصليو عليهم، وكيدفنوهم، وكيوليو. حتى لا الانسان كان غير سخفان ما مات ولا صافي، ما كان لا طبيب لا ديكلاراسيون بلا يقولوا والو. انا قلت لك الاسره كيفاش نتوما خلط، قال لك هذا الشيء اللي كاين عندنا هنا في راس الماء، اللي مات نمشيو ندفنوه، راه كاع الناس اللي ماتوا في راس الماء عندنا هنا درناهم بنفس الطريقه. وبالنسبه باش تخرجوا من الحاله، قال لك من بعد نمشيو عاد نديكلاريو. اذا واش حنا في المغرب 2018 ومازال نسمعوا هاد المسائل بحال هكذا؟ نرجعوا للموضوع. اذا كما قلت لكم، هذاك اللي ندفن هنايا، اللي جا هنا ذاك المول الناظور، جا لهنايا من بعد ما اتصلوا بالعائله نجاده مع الناظور، قالوا معليش تفن ما تدفنوه، حنا ندفنوه ونطلبوا ربي. بغاو يدفنوه هنايا، ولكن ما بغاتش السلطه تدخل لهم يدفنوا، لان خصو الوراق، هما عندهم الوراق ديال اللي في الناظور. اشنو داروا؟ نادوا هادو عطاو الوراق لهادوك، هادوك عطاو الوراق لهادو، ذاك ديال الناظور ربي كتب له باش يندفن هنا في قبر الشهداء، وديال وجداك ربي كتب له باش يندفن في الناظور في الخانه. اذا اللي بغيت نقول لكم، هذا الميت هذا في الجامع ديال عمر البوليس اللي فاقوا به، عمر البوليس الجامع المسجد. اللي بغيت نقول لكم، يعني هذه قصه غريبه، وهاد المسائل اللي كنشوفها في هذا الوقت راه حشومه، والله الا حشومه وعار، حشومه وعار نشوف هاد المسائل هذه كيف ما كان الحال. انا كنقول لكم شكرا متصفحي جريده الجسور تي في، وغادي نقول لكم نقسم معكم واحد المعلومه كتوقع عندنا في الجريده دائما، فوقاش ما الجسور تي في كتنشر شي فيديو، هذوك جوج الوالا وثلاثه د الوالا كيديروا ديزلايك ياك اولدي، هاك رغم ان تلقى 500 600. اذا هذوك اللي كيديروا هكذا ماشي جهه معينه، ما حناش عارفين شكون هذوك اللي كيديروا هاك، راه كديروا هاك، حنا كتشجعونا وكنزيدوا نقولوا القصص ونزيدوا نشروا. وكنقول لكم نتوما تابوناو، واللي بغى يتصل بجريده الجسور التليفون هو 06 61 28 38 26، 61 28 38 26. واللي بغى يتصل بنا في الجامع عنده شي قصه ولا شي حاجه يحكيها لنا، هي الجسور تي في، الجسور عفوا، الجسور وجده، الجسور
وجده@gmail.com. الجسور وجده اتاشي@gmail.com. اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.